عرسان جديد هيك راحوا على شهر العسل دغري العريس تلفن لأمه ماما ماما لو تشوفي مرتي بتجنن تاخذ العقل مبسوطين كثير يا الله كتر خير الله بحبها كثير 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 بتجنن تاخذ العقل سكرت الخط طلعت بجوزها عجبك الكنة من أول يوم من أول يوم علمته يكذب الصبي قال القاضي كمان قال له زلمه قال له ليه لبطت حماتك ببطنها قال له سيدنا اخر تكه برمت هذا القاضي كمان هو ذاته مخصص بقضايا الحموات قال له انت شفت مرتك نايمه مع واحد غريب ليه قوصت مرتك ما قوصته قال له يا سيدنا كل يوم بدي اقوص ناس انا اوكي اوكي حماته عم المرة واحدة تلفنت لأمها هيك مشغول بالها قالت لها ماما بليز ما بعرف شو بدي أعمل ماما ما بعرف شو بكي يا بنتي الجوزي قال له بالعادة يترك المكتب ساعة 6-7 بيكون بالبيت 9:30 بعد ما وصل أكيد عم بيخوني أكيد عم بيخوني قالت له روقي روقي يا بنتي لشو هالأفكار بركي عمل حادث على الطريق ومات قال في اثنين نسوان هيك عاملين صبحيه وحده قالت لو بتشوفي جوزي شو هني شو بسيط لك شو بينبسط بس كل يوم على بكره ودي له القهوه على الفرشه قلت للثاني انا جوزي بالعكس شو بينبسط بس ودي له الفرشه على القهوه في شاب راح يطلب ايد بنت حكي مع بي البنت قال بونجور مسيو جي اطلب ايد بنتك طلع فيه قال له بدك تشوف مرتي قال له شفتها بس تفضل بنتك الاثنين قاعدين بالبار عم بيسكروا ساعة تنتين ونص قال له البارمن خلص لاست درينك حلو عني بقى واحد منهم قال له قول له خي قوم روح عند حماتي هذا حماتي بضلها واعية نشرب عنا مكفي سهرة راح وصل صوب ساعة 3 على بكرة دق الباب فتحت شافتها هيك عيونه مطفية تفو عليك عيب الشوم عليك ما بتستحي ساعة 3 على بكرة وجايب معك صاحبك كمان انقبر فيل من هون سكرت الباب هذيك شو هذا يا خي مشي روح عند حماتي انا شو هذا راح وصل صوب ساعة 3:30 دق الباب فتحت يي سهري سند ظهري حبيبي تفضل يي جايب صاحبك تفضل اشلحوا من اجركم ارتاحوا رح زبط لكم كيس وحط لكم لقمه كذا احترام وكذا هذاك دخلك شو السر شو عم تعمل هذا الساعه 3 اخي خبرك القصه انا لما خطبت بنتها اول زياره عندهم كلب قام هيش علي الكلب فرجيته الكرت الاصفر عيطت عليه فل بعد ربع ساعة رجع عم بهوش شلت الفرد قوصته براسه للكلب قتل قال له ايه شو دخل حماتي قال حماتي عطيها كارت اصفر قبل بمرة قال في عائلة كمان رايحين هيك مشوار بالسيارة هيك صوب امريكا وكندا هونيك من عشية يوقفوا ناموا بالموتيل عرفت الموتيلات هون طابق واحد على الطرقات بعد تاني يوم واحد الزلم هيك طلع من الشباك شاف في بجنينة الموتيل في غزال يا عمي حماتي وين حماتي قلت له مرته يا حبيب الحمام دق على باب الحمام حماتي تفرجي من الشباك في غزال بالجنينة ردت من جوا قالت له هيدا مش غزال هيدا بقرة حماتي عم بقلك طلعي من الشباك مش بالمراية الأول من هذه السيدة القبيحة الشكل الواقفة إلى جانب البيانو الثاني إنها زوجتي الأول أرجوك المعذرة يا سيدي على غلطتي الثاني كلا إنها غلطتي أنا واحدة لجوزة نحن بالعائلة ما حدا بيموت قبل 100 سنة ليش ما قلتي لي هيك قبل ما نتجوز؟ شعراتك كيف؟ تعرف بالصين كيف بيطلبوا أسانسور؟ كيف؟
اطلع انا بكسو على الزر. واحد راح عند الحلاق قعد هيك شعراته طوال ومزيتين وجاي كذا، طلع فيه الحلاق قال له بدك تقص ولا بس غيار زيت؟ مرة هيك على بكرة بكير ليه ابنا يلا يا ابني يلا عجل بالترويقة عشان تتأخر على المدرسة، يلا عجل كل سندويش تتأخر على المدرسة، روقي ما تضلوا فاتحين للساعة 5. هذا موظف الدولة لقى فانوس سحري هيك، طلع له المارد قال له اطلب واتمنى، قال له والله بدي انه هيك ارتاح بقى ما اشتغل مدى العمر، رجعه موظف دولة. هل في مرة واحد خبر صاحبه قال له ليك انا والله اذا شي نهار عرفت انه مرتي عم بتخونني بنتحر، قال له صاحبه ما مشان هيك انا ومرتك مش عم خبرك شيء. وحده هيك مثل نسرين جمال وطول وكذا فاتت على الجاليري، بونجور مسيو بونجور، وحياتك عم فتش على تخت لقطه انه قال جيتي مدام وصلتي، تفضلي مدام. صار يفاجئ نو نو مسيو هيدا ما بعرف حس انه هيك واطي مدام هول التخت العالي من ايام ستي هول موضه خلص خلصنا هذا التخت، لكن رفاس كله دلو هذا يجرب، لا مسيو حس انه واطي يا مدام جرب التخت. طيب راح جرب شلحت كل تيابه ونمت بالتخت. قلت له تفضل مسيو تفضل انت كمان. انت ايش لعبت سكر البيت نط تحت هون نط يا بيي ايش جوزي ام فاز دغري بده يفوت تحت التخت يدق راسه بالتخت يدق التخت طلع سالت لما قلت لك واطي التخت. الواحد نازل من الجرد اول مره على المدينه فات على البار هيك قاعد على البار قال له للبارمن اعطيني بيره، قال له بدك شو لذيذة المازة ولا كورونا؟ قال له انت عطينا البيرة بعدين بنحكي نسوان خي. قال الأسد بالغابة عم يتجوز عمل حفلة عزم كل الحيوانات والأصحاب وكذا، وصل اللبسين بلش يبوسوا حبيب قلبي خي أسد مبروك أسد، كل شوي خي أسد مبروك أسد مبروك شو أسد خي انت خي. اجى اسد ثاني قال له للبسان ولك ولك كيف خيك ما انت بسان كيف تقول له للاسد خيك؟ قال له ما انا كمان قبل ما اتجوز كنت اسد. قال في مره هيك شباب قاعدين عم يلعب بوكر، في بيناتهم واحد حمصي من جنيف شوي أب فز كله سوا معصب كب الوراق قال له شباب أنا بطلت ألعب معكم فيت زعبر، قال له روح خي شو تزعبر ليش مين عم بيزعبر؟ قال له أنا عم زعبر. واحد عم بيسأل مرته يا مرة إذا بكرة متت تتجوز؟ قلت له لا شو بدي اتجوز شو بدي بقى الشغلة؟ قال ليه ما بدي ما بدي اتجوز؟ طيب شو بتعمل؟ قلت شو بدي أعمل بس تموت أنت بروح بعيش مع أختي. بعد شوي قلت له انت يا رجال اذا مت انا تتجوز؟ قال له لا بروح بعيش مع اختك كمان انا. في واحد راح عند حكيم نفساني قال له حكيم ما بعرف شو عم بيصير لي كل ما احط راسي على المخده بدي نام بحس انه في بزاويه بالاوضه عندي تمساح. قال له لا انت اعصابك تعبانين. قام اعطاه ادويه قال له رجع لعندي بعد جمعه، رجع له قال له كيف صرت؟ قال له لا حكيم بعدني كل ما حط راسي زاوية الأوضة في التمساح أوله الدوز مثلا راح غاب شهر رجع اجى شو؟ قال له حكيم التمساح بعده عم بتطلع فيه. رجع عمل له أوبر وكذا قال له روح، راح شهر شهرين ثلاثة ما عاد بين تلفن له لمرته لنشوف شو بونجور مدام أنا الحكيم كذا جوزك اللي كان
هيك عم بيتخيل انه في تمساح بالاوضه كيف حاسس حاله؟ قلت له يي ما عرفت ما اكلوا التمساح في تمساح. مره واحد الساعه 3 على بكره رجع على البيت امه وعاية على مرته قومي قومي يا مروان شو في يا رجل قومي قومي ضبي اغراضك جايين ياخذوك خسرتك بالبوكر امبارح. قلت له مجنون كيف عملت؟ قال لا زعبرت. كمان مثل خبريت قبل شوي مره عم بتوعي ابني قومي يا ابني قوم تاخرت على المدرسه قومي يا ابني قوم ماما معلش ليه قومي يا ابني ما بصير تاخرت على المدرسه الساعه 8 راح تصير قومي ماما معلش ليه مش رايح قالت له ما فيك ما تروح ما انت المدير. البابا شو تعلمت بالمدرسة اليوم؟ والله ما كتير مشان هيك رح ارجع اروح بكرة كمان. يلا انت فتحت معك بدك تنهي الحلقة؟ يلا يلا انهيها انهيها رجعت عن جد جعت جعت؟ ايه خلص لا عن جد هيدي قصة حقيقية مش نكتة. أنا كنت كتير مشاكس وهيك بالمدرسة يعني كل يومين عند المدير كل يومين عند المدير كل يومين عند المدير اخر مره وصلت معه لهون طلع فيه هيك قال لي بيرو 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 قلت له انا النصانه. ظهر لبرا ظهر